بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه، وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. الدعوة إلى الله تعالى حق وواجب على كل مسلم، ينبغي أن يبادر إليها ولا يقصر فيها. وقد حكى لنا رب العزة سبحانه وتعالى في مواضع عديدة من كتابه المبين الأمر والتوجيه الإلهي ببيان هذه الدعوة وأهميتها ووجوبها علينا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك قصص الأنبياء التي سردها رب العزة سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه تبين لنا هذه الأهمية وهذه القضية المهمة، الدعوة إلى الله. وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه ودعوتهم فيها دليل واضح على ما نتكلم عنه. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جل عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. هذا أحد المشاهد الجميلة العظيمة من قصة حياة سيدنا إبراهيم، والله قال لنا عن الأنبياء جميعا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالأصل في قصص الأنبياء التي ذكرها القرآن العبرة والعظة، لا الاستمتاع فقط، وليس الاستمتاع بمحرم، وإنما المقصود الأصيل هو العبرة. وقد قلت وقدمت: ليس الاستمتاع بمحرم، بمعنى أن يتشوق قلبي لسماع القصة، أن أترنم بها، أن أسعد بسماعها، هذا حقي. لأنه بعض الناس يقول: إيش نحن عم نحكي قصة يعني؟ إيه عم نحكي قصة، نعم، وهي مشوقة، نعم، وجميل أن يتوجه قلبي إليها، نعم، ولكن كل هذا من أجل أن أستفيد منها، لا لمجرد أن يعني أشوق بسماعها. فهي قصة مشوقة جميلة تشد السامعين من أجل المنفعة والغاية منها، وهي العظة والعبرة. العظة والعبرة في قصتنا هذه التي سنشير إلى شيء من أطرافها هي كما قدمت الدعوة إلى الله. هذه الدعوة التي كثير من أبناء المسلمين قد قصروا فيها، لا يستطيع الإنسان أو أحيانا يتقاصر كذا عن الدعوة عامة، ولكن كيف يتقاصر عن الدعوة الخاصة التي لا ينبغي أن يتركها بحال؟ قال: إيش الدعوة العامة والدعوة الخاصة؟ الدعوة العامة لجميع الناس، كافرهم ومسلمهم، كافرهم بأن يسلم ومسلمهم بأن يتوب إن كان عاصيا. وأما الدعوة الخاصة المشار إليها فهي دعوة الأهل، الأولاد، الزوجة، تذكيرهم بالله عز وجل في كل وقت وحين، لا لأني خير منهم كما يزعم أيضا بعض الناس. إذا نصحته أو ذكرته أو دعوته بشيء ولك طلع على حالك أنت أحسن مني، ليش؟ إذا دعوتك إلى الله هذا دليل على أني أفضل منك، وأنا أتفاضل عليك وأتفاصح عليك وأظهر أنك جاهل وأني عالم. لا يا أخي، التذكير للمؤمن: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك هذا أيضا لا ينبغي أن يقوله المسلم إن ذكره إنسان: ذكره بخير جزاك الله خيرا، شكرا على النصيحة. فهذه الدعوة الخاصة التي لا ينبغي أن نتركها، دعوة الأقربين. قال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. كان قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام من الصابئة وعبدة الأصنام، وقد ولد إبراهيم في الراجح من أقوال أهل العلم بأرض العراق، وأرض العراق لا يزال فيها الصابئة إلى اليوم، سبحان الله. كانوا من زمان سيدنا إبراهيم وبقيت بقايا منهم إلى زماننا هذا. الآن بلهجتهم العامية في العراق بقولون هذول الصبة، هذول هيك بلهجتهم الصبة، ترى لحاهم طويلة ويشتغلون بالذهب والفضة وصب الأشياء الدقيقة، ولهم أماكن خاصة يغتسلون فيها ويطيلون لحاهم
ويقولون نحن على دين إبراهيم، وهم من زمن إبراهيم يعبدون الأوثان والنجوم. سبحان الله. ولكن بما أنهم كانوا في زمان إبراهيم وكانوا قومه، فلا يزالون إلى اليوم يقولون نحن على دين إبراهيم وليسوا من إبراهيم في شيء. الذين يقال لهم أيضا الصابئة، وهم عبدة النجوم، ولهم أقوال يعني في شرح أحوالهم أخرى. قال سيدنا إبراهيم في هذه الحالة أراد أن يتنزل إلى مستوى قومه، فلما رأى الكوكبا قال هذا ربي. هذا الكوكب اختلف أهل العلم فيه ولا يهمنا معرفته، بعضهم قال المريخ، بعضهم قال الزهرة لأن ضوءها قوي كذا، المهم لا يهمنا، وهذا مهم في قصص القرآن. ما أسماء أهل الكهف، أين كانوا، لا يهمنا. ما هو الكوكب الذي كان مع سيدنا إبراهيم رآه، لا يهمنا، يهمنا كما قلت العبرة. قال هذا ربي. هنا قال العلماء قضية مهمة، كيف يقول سيدنا إبراهيم على الكوكب أنه ربه وهو يعلم جزما أنه ليس ربا له وأن ربه هو الله تعالى؟ أليس هذا بكفر؟ قال لا. لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر. قال هذا مو ناقل للكفر، هذا مقر به، يقول هذا ربي. ناقل الكفر بمعنى إذا قلت فلان يقول كذا وكذا، الكلمة اللي عم يقولها فلان كلمة كفر، هذا اسمه ناقل، فأنا أنقل كفره، فأنا لست بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر. أما قصة سيدنا إبراهيم فهي إقرار بالكفر في ظاهرها، يقول هذا ربي فهو يقر بذلك. قال إن كان هذا على سبيل التنزل والافتراض من أجل تحريك قلوب الموجودين أمامه لإيصالهم إلى الحق جاز، بمعنى أنا مؤمن قطعا بأن الله تعالى واحد لا شريك له، ولكن من أمامي يجادلني في هذا ويقول لا المسيح ابن الله، فقلت له مثلا فلنفترض أن المسيح ابن الله، كيف لابن الله تعالى أن يموت وهو جزء من الله تعالى؟ هل يموت الإله؟ فإن قال لي لا أقول له إذن ليس ابنا لله، فأنا تنزلت معه لظاهر الأمر أن أوافقه على ما قال، ولست مؤمنا به ولا مصدقا بما قال ولا مقرا قطعا به، وإنما تنزلت إليه لإيصاله إلى الحقيقة. هذا قول بعض أهل العلم في تفسيره وشرح قول سيدنا إبراهيم هذا ربي. وقال بعضهم قول إبراهيم هذا ربي كلام ظاهر يلحقه مضمر. قال كيف يعني؟ يعني قال لهم هذا ربي بظاهر الأمر، وفي قلبي يقول هذا ربي في زعمكم أنتم وليس في نفسي أنا. وين هي زعمكم؟ ما صرح بها، أبطنها في نفسه، تمام؟ أيضا من أجل أن يوصلهم إلى الحق، لأنه إذا قال في زعمكم يقولون إذا أنت لا تؤمن بديننا أنت بعيد عنا أخرجوه كذا كذا. نعم، فكأنه قال ذلك في ظاهر الأمر وأخفى قوله في زعمكم، هذا ربي في ظنكم أنتم، أما في ظني وزعمي أنا وقولي أنا وإيماني أنا فليس برب لي أبدا. وهناك أقوال أخرى سردتها في يوم من الأيام في تفسير هذه القصة لما حكيت القصة مفصلة في قصص الأنبياء. المهم هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف لرب أن يأفل؟ وأفل بمعنى غاب وذهب عن أنظار الناس، كيف لرب يأفل ويذهب عن عباده أن يكون ربا؟ الرب من أعظم صفاته أنه سميع قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي في أي وقت وزمان ومكان، هذا من أعظم صفات الربوبية. فإذا غاب هذا الإله فأي ربوبية له؟ قال الله تعالى عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم المعروف طويل مريح، والسنة أن يكون مثلا، طبعا ولله المثل الأعلى، لا يشبه الخالق بخلقه قط، ولكن من باب التقريب إلى الذهن فقط، السنة يكون الإنسان جالسا ويكون متعبا مثلا فيغفو إغفاءة قد تدوم 3 ثوان. أنا صاحي؟ إيه صاحي صحيح، وإنما إغفاء، هذه تسمى سنة. نعم،
فمن صفات الإله أنه لا يطيل لا نوما ولا يقصر به نوم، لا يضعف ولا يتعب، لا يجوع ولا يعرى، لا يحتاج إلى شيء والخلق محتاجون إليه. فإذا غاب الإله عن خلقه فكيف يكون إلها؟ قال لهم: فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هل قامت الحجة عليهم؟ لا، لأنهم معاندون. تنزل معهم مرحلة أخرى. خرج يوما والقمر بدر مكتمل في وسط الشهر العربي، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، أي في زعمكم كما قلنا أو على سبيل التنزل. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. في المرة الأولى في زعمكم صدقت بأن الكوكب هو إله ولكنه غاب، الآن القمر أجمل وأكثر ضياء وكذا، وفي زعمكم ظهرت أنه ربي أوافق عليه في زعمكم أنتم ولكنه غاب أيضا. لذلك أنا أدعو الرب الحقيقي أن لا يجعلني من القوم الضالين وأن يجعلني من المهتدين. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بعض الإخوة مرة من المرات من سنوات قال آمين بعد ما قلت ولا الضالين، مو ولا الضالين هذيك، ليهدني ربي هاي، ما هو منتبه سير هذا الرجل، فقال آمين. نعم سبحان الله. قال: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. والكبر دليل على العظمة، هناك كبر وهناك كبر. الكبر هو الضخامة في الحجم، والكبر هو التكبر، وكلاهما من صفات الإله. عموما من صفات الإله الكبر والكبر. قال: كيف الكبر؟ الله تعالى مستحق للكبرياء بينما نحن لا، لذلك الكبر لله أمر مستحسن، الكبر إن أمر مستقبح. نعم. قال: هذا ربي هذا أكبر، أي عن الشمس. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. هنا أقيمت عليهم الحجة، أوافق من أمامي إذا كان يناظرني وأريد إيصاله إلى الحق وأريد دعوته إلى الله وأريد توضيح الفكرة له، قد أوافقه ظاهريا على بعض أقواله التي أعلم أنها خطأ، ولكن تنزلا وتطاوعا حتى أصل إلى محتوى أريده. قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، كل هذا الذي تعبدونه من الأجرام السماوية والنجوم التي تظهر ثم تغيب ليست آلهة، لذلك أنا أتبرأ منها ولا أعبد شيئا منها أبدا. فكأنهم قالوا له: إذا تبرأت من النجوم وهي العظيمة في نظرهم فما الذي تعبده؟ أجابهم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وحنيفا أي مائلا من الضلال إلى الحق، مائلا عن الضلال إلى الحق، مبتعدا عن الشر متوجها إلى الخير، هذا هو الحنيف. وبعض الإخوة أيضا يخطئ من باب الذكرى فيظن الحنيف مثل الحنفي، فرق كبير. الحنيف سيدنا إبراهيم كان حنيفا أي مائلا عن الكفر ومتوجها إلى الحق، مبتعدا عن الشر مقبلا على الخير، هذا هو الحنيف. أما الحنفي فمنسوب إلى حنيفة، وحنيفة اسم امرأة واسم قبيلة عربية واسم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أو كنيته كما نقول أبو حنيفة، فهذا حنفي لا علاقة له بذلك. قال: حنيفة وما أنا من المشركين. طيب أليس قوله حنيفا كافيا للتعريف بأنه ليس مشركا؟ قال: كافي. لماذا قال أيضا وما أنا من المشركين؟ حتى يفهموا أنه لا يعبد إلا الله تعالى، فإنه إن مال عن ضلالهم هم فقد يزعمون أنه ترك دينهم ليتبع دينا غيره في بلد آخر في مكان آخر، فقال: لا، وما أنا من المشركين برب الواحد الأحد، وإنما أعبده ولا أعبد غيره، لا ممن يعبده أمثالكم ولا ممن يعبده غيركم، وإنما أعبد الله الواحد الذي ليس له شريك. قال تعالى: وحاجه قومه. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ أتحاجوني في الله
الله وقد هدان، وكيف أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. ماذا يخاف؟ إيش هذه الآية التي تذكر؟ قال لما تبرأ إبراهيم من عبادة النجوم وعبادة الأصنام وأظهر أنه يعبد الله الواحد الأحد، قال له قومه ما يقوله بعض الجهلة في كل زمان ومكان: تركت عبادة آلهتنا، ستأخذك الآلهة فتطيح برأسك، دير بالك حالك. هلا بعض الناس أصلحهم الله، حكيت على الشيخ فلان بيبسك، بيبسني فلان، لا إله إلا الله. طبعا لا يحل لي، لا أنا أتكلم لا عن الشيخ ولا عن بياع المازوت، بياع المازوت قد يكون أصلح مني، لا يحل لي أن أتكلم عن أحد. ولكن مثلا إذا رأيت خطأ من فلان وكان شيخا أو أي إنسان كان وهو يعلن خطأه مثلا، فنبهت إلى خطأه أو ذكرت أنه أخطأ، فهذا مجرد هذا الكلام سيجعلني والعياذ بالله أفلج، تذهب مشاعري وحاسيسي. لماذا؟ لأنه ييبس. هل هو الله تعالى يعني؟ قال رجل صالح، بعرف رجل صالح، أنا ما قلت أنه مشرك كافر بالله، أنا قلت أخطأ. وكل نحن كلنا نتيقن ونؤمن أن كل المسلمين ما عدا الأنبياء يخطئون ويصيبون، فمهما كان رجلا صالحا قد يخطئ. فلماذا هذه الفكرة المغالطة الموجودة بين الناس؟ لا تقل مثل هذا، سبحان الله. بعض الناس يقول لحوم العلماء مسمومة، وهي كلمة فيها حق وفيها شيء من شر. لحوم العلماء مسمومة حق، بمعنى ألا أغتابهم وألا أستهزئ بهم، لأنهم يحملون شرعة الله عز وجل ويبلغونها للناس. لكن إذا أخطأوا في شيء وليسوا معصومين، فقلت إن فلانا أو جماعة أخطأوا في كذا وكذا، فهل هذا يعني أنني سأصاب بالأمراض لأنني بينت خطأ؟ سبحان الله. قوم إبراهيم قالوا له احذر، احذر أن تصيبك آلهتنا بسوء. فقال لهم: وكيف أخاف ما تشركون به؟ شلون؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا قدر الله علي البلاء سيأتيني، لا من قبل آلهتكم. إذا أصبت، لأن بعض الناس أيضا إذا أصيب، هذا الإنسان الذي تكلم على شخص إذا أصيب بمرض، قل له شفت شلون ساوى فيك؟ أيوه ساوى فيني. أنت تعبد إلها من دون الله إذا، لأنه ينفع ويضر. كلنا يوم الجمعة نسمع الكلمة، لكن للأسف معظمنا لا يوقن بها، نسمعها ويقول الناس لا إله إلا الله بصوت مرتفع. ما هي؟ واعلموا أنه لا يضر وينفع، ويصل ويقطع، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويزل، على الحقيقة إلا الله تعالى. نقول لا إله إلا الله، ولكن كثير منا يعني في داخله ليس مؤمنا بها حقا، مو لأنه كافر، ولكن حقيقتها غير موجودة. على سبيل الفائدة، حدثنا بعض شيوخنا قال كان من حوالي 200 سنة رجل عالم جليل في مدينتنا، أو لعله في مصر، نسيت الآن. المهم كان يخطب الجمعة، وكان خطيبا يعني مفلقا كما يقولون، مسقعا يعني بليغ جدا، كان بليغا جدا. وكان في خطبته يقول هذه الجمل المعتادة التي تثبت الإيمان: واعلموا أنه لا يضر وينفع كذا إلا الله. فمرة عرضت له حاجة وشأن من شؤون الدنيا، فأراد قضاءه فلم يقضى له، فشد رحاله وتوجه إلى الآستانة اللي هي اسطنبول أيام العثمانيين. في الطريق يلتقي برجل يعرفه، كان يصلي عنده. إلى أين يا أيها الشيخ؟ قال إلى السلطان، إلى الخليفة. لما؟ لأن لي حاجة عنده. ما هي الحاجة؟ قال كذا وكذا. فأنطق الله هذا الإنسان، قال يا شيخ ألست كنت على المنبر تقول لنا واعلم أنه لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويمني ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع إلا الله؟
أفتلقي حاجتك بباب السلطان وأمامك سلطان الله لا تلقي حاجتك له؟ فأطرق الشيخ وأدار ظهره ورجع إلى البلد. كان رجلا صالحا حقا. قال: جزاك الله خيرا، ألقي حاجتي بباب الله. وعاد إلى بلده، فلم يلبث أسبوعا حتى قضيت حاجته وما أخبر بها أحدا. سبحان الله، سبحان الله. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، قد يقضي الله علي بلاء، فلا تظنوا أن هذا البلاء بسبب أنني تركت أصنامكم وعبادتكم، هي لا تضر ولا تنفع أصنامكم، إلا أن يشاء ربي شيئا من البلاء فهي حكمته وقدرته، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ما أجمل حوارات الأنبياء، فيها كلام الإيمان، فيها كلام العقيدة الصحيحة، فيها كلام يخاطب العقل، فيها كلام يحرك القلب. سبحان الله، أي الفريقين أحق بالأمن؟ أنا الذي أخاف أن تؤذيني هذه الآلهة المزعومة، أم أنتم تخافون أن يوقع الله تعالى بكم غضبه وعذابه ونقمته؟ من؟ من تعبدون مع الله آلهة لا تضر ولا تنفع، ثم تقولون لمن لم يعبد آلهتكم ستضرك آلهتنا؟ أما أنا إذا قلت لكم الله سيعاقبكم لا تخافون؟ سبحان الله، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ جاءت الإجابة: أي الفريقين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء الذين يستحقون عفو الله ورحمته وإكرامه، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا يخلط ويشارك مع إيمانهم الظلم. أخرج البخاري وغيره أن جماعة من الصحابة قالوا: يا نبي الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ كلنا خطأون، وكلنا نخطئ ويخطر في بالنا خواطر، وقد نفعل الشرور، فإذا نحن نلبس، بمعنى كما قلت نخلط ندخل مع إيماننا الظلم والشر. أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: لا، ليس ذاك، إنما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهنا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يشركوا في حياتهم مع الله تعالى أحدا، فهؤلاء لهم الأمن. أما ظلم النفس بمعنى الوقوع في المعصية أو الخطأ أو التفكير، حتى خطر في بالي خاطر واستعذت بالله، قد يخطر في بالي الإنسان هل لله ولد مثلا، خاطر فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يأثم بذلك. أما الإقرار والتثبيت والإيمان الحقيقي بأن لله تعالى شريكا، فهذا هو الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. فاستراحوا لما سمعوا هذا الكلام. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء يستحقون الأمن. قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل وصل قومه إلى الحق؟ سبحان الله، أقنعهم، لكن قلوبهم المسودة لم تصل إلى قرارة الإقرار، إلى حقيقة الإقرار، لذلك بقوا يحاجونه ثم أخرجوه من دياره. المهم أنه أقام عليهم الحجة، أقام عليهم الحجة عقلا وقلبا، وهذا ما نحتاجه في دعوتنا. قد لا يكون الكلام مؤثرا في دعوتي، قد يكون العمل مؤثرا. أنا موظف، قد لا يكون الكلام المنمق الجميل، يكتب أمامه لوحة راقب الله أذكر الله جميل، ولكنه يأخذ الرشوة، أين ذكرك لله؟ قد يكون الفعل أبلغ من الكلام. لذلك لما يعمل الإنسان ويطبق يكون في كثير من الأحيان عمله أقوى. قومه عرفوا ذلك في العقول، أقام عليهم الحجة، لكن قلوبهم بقيت منحرفة والعياذ بالله تعالى. فإذا وصل القلب إلى حقيقة الاقتناع استسلمت الجوارح فآمنت وصدقت. قلوبهم منكرة، بقيت منكرة كما ذكر الله في موضع آخر، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.
لذلك ما آمنوا بسيدنا إبراهيم، لكن لم يبقى لهم حجة عليه، أقنعهم وأثبت لهم وحدانية الله عز وجل. قد تكون في بيتك تنصح أبنائك بشيء بالمقابل أنت مقصر فيه، التزم به ويراك أبنائك عليه مدة، قد يتأثرون بطبيعة الحال، وهذه دعوة بالحال لا بالقال. يرونك أمينا يصبحون أمناء من حالك لا من قالك. الدعوة الدعوة أيها المسلمون إلى الله تعالى فهي واجبنا جميعا، ولعل الله يعيننا ويكرمنا بها. اللهم اهدنا والمسلمين إلى ما فيه رضاك عنا يا عظيم. والحمد لله رب العالمين.